من بردة من بردة تحمل العمر تبدده تحمل العمر تبدده آه آه ما أطيبه ما أطيبه بردة من بردة من بردة تحمل العمر تبدده تحمل العمر تبدده صباح الخير لجميع مشاهدي الإخبارية السورية بهالنهار الجديد الساعة 9 الصبح منكون معكم عبر هوا الإخبارية السورية مع مجموعة من الضيوف والعناوين المختلفة وأكيد فقرات عدة منحاول نرصد فيها نبض الحياة بكافة أشكاله من مختلف المناطق بسوريا. بالطبع دايماً منقدر نحافظ على استمرار تواتر هالنبض بفضل تضحيات أبطالنا بالجيش العربي السوري على مختلف الجبهات السورية. بهالنهار بنقول لكم الله يحميكم وصباحكم عز وصباحكم نصر إن شاء الله دائماً. يسعد صباحك زينب. يسعد صباحك أريج وصباح الخير لكل المشاهدين مشاهدي الإخبارية السورية. كل يوم مشاهدينا عم نطلع عليكم من أرض سكن التاريخ وقدرت تكون أيقونة للعالم بأسره بقدرتها على الصمود والثبات بوجه أي إرهاب بفضل إرادة شعب بيستمدها من جيشه أبطال الجيش العربي السوري اللي عم بيسطروا ببطولاتهم حروف من ذهب بسجلات التاريخ. بهاليوم وكل يوم لكم كل التحية والسلام. مشاهدينا فاصل بنبدأ فقرات صباحنا لليوم. زينب رح نبدأ أولى فقراتنا على مجموعة من الأخبار المنوعة والبداية رح تكون عن أحدث الدراسات المتخصصة باللغات واللي أكدت أن اللغة العربية حلت المركز الرابع بين أكثر اللغات انتشاراً وأيضا يتحدث بها سكان نحو 66 دولة من العالم منها الدول العربية واللي أصبحت لغة معتمدة رسميا بالأمم المتحدة عام 1974. يعني أريج كتير حلو أنه تكون اللغة العربية هي رابع لغة بالعالم خاصة أنه صارت منتشرة كتير حتى يمكن الغربيين أو الأجانب عم بيحاولوا يعلموها ليقدروا يتواصلوا أيضا مع العالم العربي فشي منيح. ويعني ما في أجمل من لغتنا العربية كمان بتحس فيها لغة نغم. الضاد صحيح هي مميزة أكيد أريج. ننتقل لخبرنا الثاني واللي هي عادة أو أخلاق خلينا نسميها عن مجتمعاتنا وخاصة الشرقية أنه وقت منكون بمكان عام أو بالباص بنعطي مكاننا لشخص كبير بالعمر أكيد لا يقعد محلنا لكن على ما يبدو لازم نبطل هالتصرف. والسبب زينب بهالشي حسب خبراء بالمجال الطبي أنه تخليك عن مقعد عندك بالحافلة أو القطار من أجل كبار السن قد يضر بصحتهم وهذا الشيء من دراسة طبعا غربية والخبراء أشاروا إلى أن الوقوف كتير منيح لكبار السن وينبغي أنه نشجعهم على طبعا المشي والرياضة مو الخمول ونحثهم على استخدام الدرج بالصعود والنزول بدل المصاعد أو السلالم المتحركة. يعني خبر غريب من نوعه ونحن دائما بنحس ما بنقدر نشوف اي حدا كبير بالعمر واقف باي مكان ونحن قاعدين هذا مثل ما قلت يمكن كرم اخلاق نحن من واجب علينا انه نقعده لكن يمكن عم نضر بصحته
اكيد انه يمكن مثل الدراسه ما قالت، كبار السن لازم يوقفوا وينزلوا على الدرج، ما يضلوا بمكان مريح حتى يحركوا عضلاتهم شوي، بيكون هن اكيد نتمنى لهم كل الصحه اكيد بنتمنى والعافيه. دائما زينب يقال انه للجمال ما له حدود، فقد اجريت بموسكو مسابقه ملكه جمال ذوي الاحتياجات الخاصه بمشاركه 10 حسنوات، حيث اكدت منظمه المسابقه باحقيه جميع المتسابقات بهذا اللقب نظرا لشجاعتهم. خلونا نتابع مع بعض. Связи вручает приз «Мисс Независимость 2017». Еще немножко подарков. Еще, да, у нас в гостях. يعني زينب بالفعل إرادة كتير قوية عندهم وحلوين كمان عن جد. الجمال مثل ما قلتي بالمقدمة ما بيعرف حدود، وخاصة جمال الداخل عم طبعا يشع من الخارج، وهذا الشيء الأهم، هي روحهم الحلوة اللي هي انعكست على مظهرهم كمان وعلى إرادتهم بالحياة مثل ما قلتي أريش. أكيد نتمنى لهم كل التوفيق. أكيد. هلأ خلينا نروح على معلومات جديدة بجولة سريعة من المعلومات اللي يمكن نجهلها من مختلف مجالات الحياة بفقرة هل تعلم؟ معلومات كتيرة ممكن تمر بيومنا ومنحب نستذكرها، ومعلومات منجهلها ومنحب نتعرف عليها. هل تعلم بأن حلزون الصحراء يستطيع أن ينام 3 سنوات؟ وهل تعلم بأن المحادثات الإلكترونية كثيراً ما ينتج عنها سوء فهم لأنك لا ترى ولا تسمع نبرة الطرف الآخر؟ وهل تعلم أيضاً أن هناك تمثال في الصين لعمال النظافة تقديراً لجهودهم في الحفاظ على نظافة الشوارع؟ وأخيراً هل تعلم أنه عندما يفقد النسر ريشة واحدة من أحد جناحيه فإنه تلقائياً يخسر ريشة من جناحه الآخر ليحافظ على توازنه الدقيق؟ بكل يوم حدث جديد بيتسجل بذاكرتنا وبيترك بصمة ممكن تشكل فصلة تحول بحياتنا، فشو الأحداث اللي تركت بصمتها بمثل هذا اليوم؟ منتابع سوا. لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يكون بصمة في سجلات التاريخ وأخرى تمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من عام 1941، رئيس الأركان السوفيتي جورج زيخوف يتولى قيادة عمليات الجيش الأحمر لوقف تقدم الألمان إلى روسيا، وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية. وفي عام 1942 اندلاع أولى مواجهات معركة العالمين بين القوات الألمانية والإيطالية بقيادة رومل، وبين القوات البريطانية بقيادة برنارد، وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية. وفي عام 2005 إعصار ويلما يضرب السواحل الغربية لولاية فلوريدا. وفي عام 2015 إعصار باتريسيا يضرب الساحل الغربي للمكسيك، وأعلن العلماء بأنه أقوى إعصار مسجل في التاريخ. وفي عام 2015 أيضا حادث تصادم بين حافلة وشاحنة
بجنوب غرب فرنسا يودي بحياة 43 شخص على الأقل. ومن أبرز الوجوه التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من عام 1908 فرانك، عالم فيزياء روسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء في عام 1958. وفي عام 1940 بيلي، لاعب كرة قدم برازيلي. ومن أبرز الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1944 برالك، عالم فيزياء إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء في عام 1917. وفي عام 1986 دوزيه، عالم كيمياء حيوية أمريكية حاصل على جائزة نوبل في الطب في عام 1943. واليوم 23 تشرين الأول هو اليوم العالمي للروماتيزم. صباحنا لسه بأوله، ويمكن سوا نشهد خلال ساعاته القادمة على أحداث تغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. يوم 23 تشرين الأول هو اليوم العالمي للروماتيزم، حيث يسلط الضوء على أسبابه وعلاجه والوقاية منه. تفاصيل أكثر عنها اليوم. اليوم العالمي للروماتيزم يحتفل العالم في 23 من تشرين الأول من كل عام باليوم العالمي للروماتيزم، حيث تتم التوعية بالمرض وطرق العلاج. يرجع الأطباء أبرز أسباب هذا المرض إلى السمنة المفرطة التي تمثل حمولة شديدة على مفصل الركبتين، أو التعرض المستمر للتكييف وقلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة. وله مجموعة من الأعراض مثل حدوث التورمات في المفاصل وارتفاع درجة الحرارة، شحوب لون المفصل، الشعور بالألم في المفصل فتصبح الحركة مؤلمة نتيجة حصول الخشونة في المفاصل، وترتفع درجة حرارة الجسم، ويصاب المريض بالجفاف وقد يفقد الشهية أيضاً. يحدث الاختلال في شكل المفصل خصوصاً مفاصل أصابع القدمين وأصابع اليدين مع الشعور بالخدر، وفي بعض الحالات تظهر الندبات تحت الجلد وحدوث الاحمرار في بعض أماكن الجلد وتعرضها للالتهاب. يصبح وجه المريض شاحباً ويشعر بالدوران عند تغير موضع جلوسه، وذلك بسبب فقر الدم الذي ينتج بسبب قلة نشاط نخاع العظم، هذا الذي يصنع خلايا الدم الحمراء. وفي بعض الحالات يعاني المريض بالروماتيزم بحرقة في العيون والحكة والتهابها. ومن أسباب الإصابة به قد يكون بسبب خلل في الجهاز المناعي أو بسبب الإصابة بأحد أنواع الفيروسات، ويقال بأن النساء أكثر عرضة للإصابة بالروماتيزم أكثر من الرجال. والأعمار التي تصاب بهذا المرض هي من 20 حتى 60 عام. زينب، محطتنا هلأ رح نترافق فيها مع عمليات النشاط الذهني وتحفيز العقل لحتى نتعرف أكثر على هالاختصاص ونشأته وطريقة تعليمه واكتساب هالمهارة. معنا بصباحنا لليوم علي حمدان، مشرف اختبارات ذكاء ومدرب حساب ذهني. سعد صباحك. صباح أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك وسعد صباحك عن جديد. عم نحكي عن مفهوم الحساب الذهني، خلينا نتعرف عليه أكثر، شو هي آلياته؟ الحساب الذهني هو برنامج تطوير عقلي مميز للأطفال، مخصص لتفعيل الطاقات العقلية الكامنة بالمرحلة العمرية اللي بيكون فيها العقل بذروة تطوره ونموه. يعني احنا كتير منشوف بالنظريات والدراسات بتثبت انه الدماغ او العقل بيكون هو ذروة تطوره هي بالمراحل الصغيرة، يعني من 4 سنوات ل 12 سنة. فنحن بنشتغل مع الطفل بهاي المرحلة على موضوع الحساب الذهني لحتى ننشط هاي القدرات ونفعل موضوع الذكاء العقلي والتمارين الرياضية عند الطفل. فالحساب الذهني هو برنامج نوع من الحساب بيشتغل فيه الطفل بدون استخدام أي وسيلة مساعدة أخرى، قلم أو ورقة أو أي وسيلة، مثلا آلة حاسبة أو آلة إلكترونية، فقط بيعتمد على قدراته الذهنية الخاصة فيه للطفل باستخدام المعداد اللي نحن بنقول له الأباكوس أو معداد. طبعا هذا هو، خلينا نحكي شوي
بس لمحة بسيطة عنه. هلأ هاد هو محسب أو معدد للمدرب، بيكون خاص بالمدرب، هو وسيلة لشرح الدرس أو لإيصال المعلومة للطفل. طبعا نحن بس لو أنه شوي نسلط الضوء على مفهوم صغير لإله، هلأ هاد العمود نحن بنسميه عمود الآحاد، هون العشرات. طبعا فينا نبلش من أي عمود تاني، فرضا إذا كان عندنا هاد العمود قررنا أنه يكون نقطة البدء، فبيكون هو نقطة الآحاد. نحن وين منقرر نقطة البدء؟ بتكون نقطة الآحاد. منشتغل مع الأطفال، منعلمهم نحن على الشيء الملموس، لحتى يصير في ألفة بين الطالب وبين الأبقر. يعني نظري بتطبقوه عملي. أيوة بالضبط. نحن منشتغل أول شيء على الشيء العملي لحتى يتحول هذا الشيء العملي على نوع من الألفة، نوع من الروح بيصير في بين الطالب والأبقر. هلأ عنا هون هذا العمود، هو عمود الآحاد. فرضا هاي الخرزة بتمثل العدد واحد، هون العدد اثنين، هيك العدد ثلاثة، هيك العدد أربعة. طبعا نحن بنشتغل كمان مع الطفل على إيصال فكرة وتثبيتها، أنه رفع الخرزات بيتم بإصبع الإبهام، وإنزال الخرزات بيتم بإصبع السبابة. لأنه هيك كتير نحن هلأ بالمراحل المتقدمة بعد شهرين أو شهر ونص أو ثلاثة حسب الفئة العمرية، منكون عم نشتغل مع الطفل على الناحية الملموسة اللي هي الأبقوس. بعدين بالمراحل الجديدة بنشتغل مع الطفل على مرحلة الخيال، يعتمد على خياله قادر، بصير قادر الطفل أنه يجمع الأعداد ويطرحها بدون أي بدون المعدد أو أي بدون ما أنه يكون المعدد قدامه، فبيصير قادر أنه يجمعهم بالخيال بدون أي مساعدة. فلهيك نحن لما بنشوف بالأطفال الفيديوهات اللي بنزلها أنا على صفحة الفيسبوك، لما الطفل بيكون عم يعمل هيك وعم يعمل هيك، لما عم يعمل هيك هو عم بيرفع الخرزة، لما عم يعمل هيك هو عم بينزل هاي الخرزة، هاي كمان بتمثل العدد خمسة. ونحن ماشيين هيك بالعشرات، 10 20 30 40 50. بيصير قادر الطفل انه يجمع اعداد كبيره وبسرعه كثير، بسرعه كثير كبيره، بدون ما يتلبك او انه يصير عنده اي تشتت او هي. لانه نحن بهذا العلم بنشتغل على تفعيل عدة محاور، اللي هي الملاحظة، التذكير، التذكر، التركيز، الاستماع، التصور والخيال. هلأ كيف مثلا التذكر أو التركيز؟ نحن لما بنعطي الطفل، نحن بنبلش مع الطفل من 0+1 و1+1. طبعا في كتير طلاب عندي بيكونوا صف ثالث ورابع، انه استاذ شو عم تعطينا انت 1+1؟ نحن ما فينا نوصل على الغاية المرجوة اللي هي جمع اعداد كبيرة مع بعضها بدون ما نبدا بهي المرحلة، مثل المدرسة، مثل اي علم. يعني ما فينا نوصل على صف البكالوريا اذا ما مرينا بصف الاول والثاني ناخذ اساسيات العلم. فبصير الطفل قادر يجمع أعداد كبيرة، أحد وعشرات، مئات كمان، أحد لوحدة. فنحن لما بنعطيه الأعداد الكبيرة، نرجع موضوع التذكر أو التركيز، لما بنعطيه أعداد كبيرة بيكون الطفل هو مشغل كل حواسه معنا. ما أنصت لأننا نحن شو عم نعطيه؟ عم نعطيه مثلا 52+42-26. لما بنعطيه الأعداد هاي هو بذهنه هو مركز معنا، ما بقى في شيء بيشتت له انتباهه على أي مكان تاني. وهذا الموضوع بيساعد ب يعني مو بس بالعملية الذهنية الحسابية، يعني يكون كمان في تركيز كمان بباقي المواد. أيوة بالضبط، بالمواد الثانية مثلا بالاجتماعيات، بالانجليزي، بالفيزياء، الكيمياء، هاي بيساعده انه هو خلص انا عم بدرس بركز بهذا الموضوع. الموضوع بيكتسبه اكتساب من خلال التمرين اللي نحن عم نعطيه. بيكون الطالب معه هاي الاله الصغيره، هاي مثل ما سبق وحكيت انه هذا هي للاستاذ وهي للطالب. أيوة بتكون هذا الكبير للمدرب، اما هذا الصغير هو خاص بالطفل على قده للطفل. ايوه بالضبط. يعني لك هذا طبعا نحن لما بنحطه ما بيكون هيك واقف، بيكون هيك بشكل افقي، يعني فينا نقول مشان الخرزات. لانه نحن اول نقطه بنبلش فيها مع الطفل هي نحن بنقلها نقطه تصفير المحسب او تصفير المعداد. لازم يكونوا جميع الخرزات التحت هن لتحت والفوق لفوق. جميع الخرزات، اي خرزه بتكون قريبه من هذا الخط الفاصل، نحن بنقلها تقرا.
تمام. فهون مثلا رفع الخرزات او انزال، نحن بنقلها عمليه تقريب الخرزات، مو رفع ولا انزال. مثلا هون نحن تقريب الخرزات، هون انزال الخرزه. مصطلح رفع انه ارفع او انزل خاطئ، لازم يكون تقريبا او ابعادا مشان نوصل على النتيجه المرجوه مع الطفل. فنحن بنشوف مع الطفل كمان بنشتغل كمان على زيادة موضوع إنه الملاحظة والاستماع، موضوع التصور، لأنه نحن بالمرحلة الأولى مع الطفل بيكون عم نشتغل على شيء ملموس. بعد شهر شهرين بيصير في ألفة بين الطفل وبين كل مرحلة قدام مدتها هلا حسب يعني أقصى شيء 3 شهور، ممكن إذا انعطت بحصتين بالأسبوع بتكون 3 شهور، إذا انعطت بحصة واحدة بالأسبوع بيكون إذا كانت حصة واحدة بالأسبوع بيكون 3 شهور، إذا حصتين بيكون شهر ونص. فنحن أهم شيء بنشتغل مع الطفل فيه عام التصور والخيال. لما نحن عم نشتغل مع الطالب على الشيء الملموس، بعد شهر ونص أو شهرين بيصير في إلفة، في روح بين الطالب وبين المعداد اللي له. فبيصير إذا نحن منشيل المعداد من أمامه بيلاقي في صعوبة بالبداية؟ لا، هلا صعوبة تكون بسيطة يعني مشان المصداقية. لما بيكون في إلفة بينه وبين الأباكوس بعد شهر ونص أو شهرين، لما منشيل المعداد من قدامه بصير قادر إنه يجمع حتى بالخيال. نحن هون منشتغل على هاي النقطة اسمها تفعيل الذاكرة الصورية، هاي الخيال اللي هو أساس العلم تبعنا، هو أساس المنهج اللي نحن عم نشتغل فيه، مشان الطفل مع الأيام مع التدريب مع التمرين بصير قادر يجمع أعداد كبيرة خلال ثواني واحدة. بيكون علي يمكن بيقولوا مصطلح دارج انه مخه نظيف بيكون على الصغار للولد، يعني من مرحله الاربع سنين ل 12 سنه. خلينا نحكي فوائد الحساب الذهني بهي المرحله، وهو خاصه انه عم يشوفها مثل اللعبه، اله ترفيهيه، يعني عم تربطوا العلم بالترفيه كمان. بنلاحظ كثير من الاطفال يعني بالمرحله العمريه الصغيره من 4 سنوات ل 12 سنه، يعني مثل ما بيقولوا انه الدنيا تغيرت، صارت الام انه يلا مسوك الايباد بتلعب فيه، مسوك التاب بتلعب فيه، صحيح. او الموبايل. هي نحن بنكون عم بنجمد دماغ الطفل، يعني ما عم نخليه ابدا يستثمر الطاقات العقليه اللي هي كامنه عنده، اللي نحن فينا نشتغل عليها وبنحصل على نتيجه كثير حلوه وكثير ممتعه مع الطفل. بهذا العلم نحن عم نشغل الطفل وعم ندربه وعم نفعل عم نحفز الطاقات اللي هي موجوده بدماغه، اللي نحن ما بنشوفها اذا استثمرها بمثلا بالايباد او بالالعاب الالكترونيه، ما بتشتغل عنده ابدا. فنحن بهذا العلم بنشتغل كمان على الجزء الأيمن من الدماغ اللي هو مسؤول عن الإبداع. لما نحن عم نفعل الذاكرة الصورية عند الطفل عم نشتغل على نقاط معينة بالدماغ اللي هو الجزء الأيمن بالدماغ. ففي بيصير الطفل عنده قدرة أكبر على التذكر، على إنه ما بدي يتشتت، أنا إنه ما بيتشتت أبداً. قد ما تعطيه أعداد، قد ما تعطيه أرقام، فوراً بيعطيك النتيجة. هذا الموضوع بيساعد إنه هو ما يتشتت أبداً، ونتيجة كتير حلوة بثقة بالنفس. مثلاً في كتير طلاب كان عندهم رهبة كتير كبيرة من مادة الرياضيات، صح. بعد ما خضعوا لهي الدورة بيصير عندهم مادة رياضيات كتير سهلة وبيصيروا بحبوها، بيصير عندهم ثقة بالنفس إنه أنا طالب متفوق، أنا شاطر. أنا عندي شعار دائما بقوله للأهالي وبنزله على كل جروباتي، أرسله طفلا وخذه عبقريا. نحن لما بنشتغل على الطفل إنه نحن في عبقري جوات الطفل، نحن لما بدنا نشتغل على هالموضوع هذا لازم نحن نطلع عند الطفل هذا الموضوع، لازم نحفز عنده العبقرية اللي موجودة بدماغه الموجودة الكامنة فيه. يمكن الأهل لازم يعتمدوا هالطريقة بتحفيز أولادهم لحتى نحن بنشتغل بالتواصل بين مبدعين بالمستقبل. نحن بنشتغل بالتواصل بين المركز وبين الأهل، منشان يعني من خلال الهوم وورك أو الوظيفة يعني، بس الشغل الأساسي بيكون نحن عنا بالمركز. من خلال التعامل مع الطفل وتدريبه بشكل منظم ودقيق عن كيفية استخدام المعداد مشان يوصل على الغاية المرجوة منه بأنه يجمع أعداد كبيرة مع بعضها. ذكرت لنا يمكن أنه كنا نسأل كمان على المراكز، كتير مهم أكيد. هلأ كل الأهالي اللي عم يتابعونا بهمهم يعرفوا شو المراكز المعتمدة. هلأ أنا مثلا باللادقية عندي بثلاث مراكز، في منهم روضة، هي روضة ندى الورد، بعطي فيها بجبلة، وباللادقية كمان في مراكز
مراكز بعثوا فيها، ولاقى كثير رواج مع الطلاب يعني ومع الاهالي، لانه النتيجه اللي عم نحصل عليها عم بتكون كثير حلوه ورائعه بفتره زمنيه قصيره. يعني عم نشوف نحن الولد او الطفل عم يجي النتائج عم تكون ملحوظه معه بسرعه، يعني مو مثلا مثل اي مواد ثانيه والله بده سنه او سنتين لحتى نحصل على النتيجه، لا عم بتكون النتيجه فورا، يعني خلال شهر ونص او شهرين نحن عم نوصل مع الطفل على مرحله الخيال. بنحب نذكر انه الحساب الذهني او هذا العلم هو منشأه الاساسي من اليابان منذ حوالي قديش له داخل على سوريا؟ هلا على سوريا يعني تقريبا شيء 7 سنوات. في مراكز كثير كبيره هون بتعطي، في منها اهمها جمعيه حقوق الطفل، وبحب اوجه لهم تحيه على دعمهم الكبير لنا والانسه رفيدة مكي كمان، وفي شركات كمان بتدعمنا مثل دار القمر استاذ ماهر شويكي، بحب اوجه لهم تحيه على دعمهم الكبير لنا بهذا الموضوع. بتقول نشأت باليابان؟ نشأت هي باليابان منذ حوالي 500 عام. منشوف نحن أي عالم بيتطور، انتقلت بعدها للصين منذ أواسط القرن 16، بعدين انتقلت لآسيا والعالم وأخذت شكل الحالي المتبع منذ عام 1938. وقد لك أنت عم تدرس الحساب الذهني؟ يعني شو أخذت ردود فعل من الأولاد بعد ما فاتت على سوريا؟ حوالي يعني بسنتين، سنتين ونص نعم ندرب، وشفنا نتائج كتير حلوة، وأقمنا بالتعاون مع جمعية حقوق الطفل مسابقة على مستوى سوريا، خاصة هلأ في أولمبياد للعلم وكذا، إذا كان صار في منافسة بين الأولاد حتى. بالضبط، على هذا الموضوع كانت المسابقة إلى 3 مراحل، مرحلة برونزية وفضية وذهبية. الحمد لله كانت نتائج كتير حلوة ولقينا رواج كتير بالنسبة للأهل. نحن بنشتغل بالمسابقة هي نوع من التحفيز، أنا كتير بحب المسابقات لأنه هي بتكون نوع من التحفيز مع الطفل من أجل تحفيزه للأيام الجاي، ما يصير عنده نوع من الملل أو نوع أنه ما بدي يروح على الدرس، لا أنا بدي أشتغل على شيء مهم، شيء بيكون على أرض الواقع. كنا عم نحكي يمكن تحت الهواء أنه على عمر كبير ما بقى بيمشي الحال، هلأ بيمشي الحال أو بيوصل لمراحل معينة فقط. بالضبط بالضبط. هلأ نحن ليش منقول دائما المرحلة العمرية من 4 سنوات ل 12 سنة؟ بهاي المرحلة العمرية بيكون لسه دماغ الطفل قادر أنه نحن نفعل عنده الذاكرة السورية اللي هي أساس برنامجنا موضوع الخيال. أما نحن لما بنكون كبار بيتفعل بس بنسب بسيطة، مو انه مثل الصغير. دائما العلم لما نحن بناخده بالطفوله، لما بناخده بصغر غير لما نحن بناخده بكبار. هلا ممكن نحن نعلمه لكبار بس كمدربين، مو انه مثلا كطلاب كاحتراف. في فرق بين الطالب وبين بين المدرب وبين المحترف. هلا المحترف لازم يمر بمرحله الطالب، المدرب كمان ممكن يوصل له بس بنسب ابسط من الطالب. علي، يمكن صارت ماده الرياضيات ما أنا ماده مخيفه، صارت مرتبطه بابداع وايضا بنفس الوقت ترفيه وحساب ذهني، يمكن يوصل الطفل فيه لمراحل كثير متقدمه. يعني موفقين وان شاء الله هيك تعمم اله الحساب الذهني حتى على المدارس الحكوميه، بنتمنى انه كمان يكون فيها هيك. شكرا لوجودك معنا. اهلا وسهلا فيك. اكيد علي، نحن بنتمنى انه هالمهاره هي تنتشر بشكل اكبر وكل الاهالي هلا يتوجهوا للمراكز يلي عم تدرب هالحساب الذهني. موفق وكل الشكر لحضورك معنا اليوم. اهلا وسهلا. شكرا لك. أريج ضمن إنتاج تعاون مشترك بين وزارة الإدارة المحلية والبيئية ونقابة المهندسين السوريين، أقيم برنامج الدورة التدريبية 9 لإعداد خبراء تقييم الأثر البيئي لمختلف الكوادر وإعداد خبراء في مجال الأثر البيئي. تفاصيل أكثر مع لينا شيبون. في إطار توفير بيئة صحية آمنة وضمن نتاج تعاون مشترك بين وزارة الإدارة المحلية والبيئة ونقابة المهندسين السوريين، أقيم برنامج الدورة التدريبية 9 لإعداد خبراء تقييم الأثر البيئي لمختلف الكوادر في الجهات المختلفة بهدف إعداد خبراء مؤهلين في مجال الأثر البيئي. هدف الدورة هو إعداد الكوادر اللازمة لدراسة المشاريع بحيث يتم إعادة بناء ما تم تخريبه وفق أسس بيئية سليمة وعلى قواعد تقتضي الطاقات البديلة والمتجددة والعمارة الخضراء. هذه الدورات طبعا مهمة خاصة في مجال إعادة العمار التي بدأت إن شاء الله بعد ما خربه الإرهاب على امتداد الجغرافيا السورية،
ولكن بهمة زملائنا المهندسين على امتداد أرض الوطن سنقوم كلنا بإعادة أعمار البلد. عندنا مجموعة من المتدربين، احنا كل دورة بحدود 20 ل 25 متدرب، هن من مختلف قطاعات، في منهم مهندسين بقطاع خاص، في منهم موظفين بالدولة، بندربهم كيف بيقوموا بتقييم المشاريع، كيف بيقوموا بيعرفوا كيف شو هي الآثار وكيف ممكن يقولوا انه في أثر ولا ما في وشو هي الإجراءات. بالنهاية نحن بالنهاية جزء من العملية التنموية بسوريا، المفروض انه مشاريعنا ما تأثر سلبا على التنمية المستدامة. تأهيل خبراء بمؤهلات كافية للمرحلة القادمة هو عملية جدا جدا مهمة على مستوى القطر لنبني سوريا الجديدة والمتجددة بأسلوب عصري يتماشى مع كافة المعايير البيئية. عنا برنامج تدريبي لتأهيل خبراء بتقييم الأثر البيئي، بيشمل هذا البرنامج عدة محاضرات أساسية بمواضيع تقييم الأثر البيئي. اليوم الأول حيكون هو مدخل ومفاهيم ومبادئ تقييم الأثر البيئي، ومن ثم حيكون العرض أو المحاضرة تبعي الإطار القانوني والمرجع القانوني لموضوع تقييم الأثر البيئي من حيث شرح التعليمات التنفيذية لهالتقييم، كيف نحن بنتناوله كوزارة إدارة محلية وبيئة، وشو دور الوزارة ودور المستثمر أو صاحب المشروع دور الدارس اللي حيتأهل معنا إن شاء الله كخبراء دارسين. برنامج تدريبي نوعي سلط الضوء بكل تفاصيله على الضوابط البيئية الناظمة والواجب تطبيقها للتخفيف من التلوث البيئي والحد منه وتقييم المشاريع البيئية، إضافة إلى تطبيق معايير وأسس بيئية سليمة تراعي الجوانب الاقتصادية والاستثمارية في ظل إعادة الإعمار التي تشهدها سوريا. زينب، كل يوم نقوم بجولة على أهم الأخبار الثقافية والفنية حول العالم، ورح نبدأها من دمشق حيث اختتمت مبادرة أحباب يا بلدي فعالية هنا لنا اثنان نتذكر بعرض فني مسرحي لليوم الثاني على التوالي على خشبة مسرح دار الأسد للثقافة والفنون بمشاركة عدد من الفنانين السوريين والفنان القدير دريد لحام في إعادة لإحياء الموشحات الغنائية ومسرح الشوك. تفاصيل أوسع بتقرير زميلتنا سلمى عودة. من بيوت الناس انجمعت خيوط الحكاية للعام الثاني على التوالي، تجتمع الكلمة والموسيقى على مسرح دار الأسد للثقافة والفنون ليقول لزواره هنا لنا. التذكر قد يكون نعمة أكبر، لأن الأمة التي تتذكر تاريخها وإرثها الثقافي تعزز الثقة بنفسها وتمتلك إرادة الانطلاق. هالعام الرسالة الفنية الاجتماعية اللي بتحرص على تنظيمها بشكل فني لائق مبادرة أحباب يا بلدي وبيقدمها عراب هنا لنا الفنان القدير دريد لحام، حتبلسم جراح وتفرح قلوب الجنود المجهولين بحلب. اللوحات الفنية اللي قدمها هنا لنا نتذكر هالعام حملت رسالتين، الأولى لنتذكر روح مؤسس المسرح أبو خليل الأباني من خلال الموشحات الغنائية يلي أدتها فرقة جلنارة ورافقها الأداء الغنائي للفنانة صاحبة الصوت الدافئ ميادة بسيليس والمطرب خلدون حناوي. الرسالة الثانية اللي ضمنها الجزء الثاني من الحفل كانت عبر تذكر وأحياء مسرح الشوك وتحية لروح الفنان عمر حجو عبر خمس لوحات، كان أبرزها عودة تجسيد الفنان دريد لحام لشخصية غوار الطوشة على المسرح بأحد اللوحات. عاد أخي يا خلتي، أنا عم طول بالي عليك كثير. يا بيي دخيلك يا بيي.
تعال هون. عام عن عام تكبر الفكرة وبتحمل الرسالة الفنية الإنسانية خيرة لكل المحافظات السورية، وبيبقى نقول هنا لنا. لما دعينا ها نحن جينا، لما دعينا إلى الخدود. للعام الثاني على التوالي يجتمع الفن الراقي مع رسالة الخير في هنا لنا اثنان نتذكر، لتكون الكلمة هذه المرة لجنود المجهولين في حلب. للإخبارية السورية من دمشق، سلمى عوض. يقيم اتحاد الفنانين التشكيليين معرضاً للفنان النحات علي بهاء معلا في قاعة لؤي كيالي بالرواق العربي، وجوه أجساد وأفكار جسدتها منحوتات الفنان. التفاصيل في المادة التالية. طبعا الفن التشكيلي هو احد الفنون اللي بترعاها وزارة الثقافة، واللي بتكرس جهدها لنشر هذه الثقافة بمفهوم المطلق ثقافة النحت. اليوم المنحوتات تعاملت مع مادة الخشب، منحوتات جميلة هامة جدا وتعكس ثقافة عميقة لدى الأستاذ علي معلا، وهو مثال عن الفنانين السوريين اللي بيعبروا عن ردود أفعالهم ومواقفهم من الحوادث اليومية ومن وخاصة من الأزمة اللي بمر فيها قطرنا الحبيب هذه الأيام. حاولت بتقديم هالمعرض أعرض عدة حالات، هي طبعا بتخص الأزمة وغير الأزمة، يعني بتخص الأزمة أكثر. في عدة تماثيل، مثلا عندك تمثال تشيع شهيد، عندك تمثال أم الشهداء، عندك تمثال سوريا تعانق المجد، في عندك سوريا العطشة، الأرض العطشة، في عدة تماثيل كل واحد بيحكي حالة معينة، وطبعا بالنتيجة المتلقي والجمهور هو اللي بيحكم مع هذا الشيء. معرض مميز، مميز أول شيء بقول لحالي يعني مميز تقنيا، يعني علي قدر يفرجينا طبعا مهاراته وتمكنه من الأدوات والمواد اللي بيشتغل عليها، خصوصية الخشب، خصوصية هاي الخامة الجميلة، يعني قدر يطلع لنا العرق تبعها بشكل جيد ويستفيد منها ويوظفها طبعا ضمن يعني ضمن فهمه هو وضمن طريقة تفكيره بالنحت ككتلة وفراغ، يعني هلا هو بيشتغل على الفراغ كثير الحقيقة. أكيد يمكن الفنان علي معلا هو فنان طبعا سوري من طرطوس، وكان عنده كثير من الأعمال الهامة، وأيضا مشاركاته مو بس كانت بسوريا، حتى شارك بمعارض بالخارج. نتمنى له كل التوفيق. أكيد. خلينا ننتقل لختام أخبارنا طبعا الثقافية، وهو من لبنان، حيث استكمل عدد من رسامي الجرافيتي مشروعا فنيا لونوا من خلاله أكثر من 85 سطحا باللون الأخضر ليشكل كلمة سلام بأحرفها الضخمة بحيث تستطيع قراءتها من الجو. التفاصيل في المادة التالية. Thank you.
لهون أخبرنا الثقافية بتكون وصلت لختامها. فاصل صغير ومكملين باقي فقراتنا. أريج اختير شهر تشرين الأول شهر عالمي للتوعية بمرض سرطان الثدي من خلال حملات وندوات طبية جميعها بتهدف لرفع مستوى وعي النساء تجاه هالمرض وبتحثهم على القيام بالفحوصات المبكرة للحد من انتشار المرض وإيجاد سبل العلاج الجذري. اليوم بصباحنا غير معنا دكتور بسام الأيوبي رئيس المنطقة الصحية الرابعة بمديرية صحة دمشق. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتور. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك دكتور. نحن بحلقات سابقة تعرفنا على مرض السرطان لكن اليوم بهمنا نتعرف أكثر على مدى خطورة هالمرض وخاصة إذا لم يتم اكتشافه مبكرا. أنا في البداية حنعطي معلومات عامة عن السرطان. نعم. بشكل عام نحن ما بنعرف السرطان عبارة عن تكاثر في خلايا معينة بشكل غير نظامي بشكل سريع نوعا ما وبالمراحل الثانية بينتشر لبقية أنحاء للنسج المجاورة بقية أنحاء الجسم. طبعا الخلايا تكاثرها بيكون على حساب مكون مكونات الثدي إذا عم نحكي عن سرطان الثدي خاصة على الأقنية أو الفصوص أو الأنسمة اللي تجمع الثدي مع بعض البعض. هلا نحكي معلومات عامة. احنا عندنا سرطان الثدي من أشياء السرطانات عند النساء بشكل عام. يعني عندنا بسوريا بشكل تقريبا 30-35% من سرطانات النساء. سرطان الثدي عندنا 3000 حالة سرطان الثدي سنويا جديدة حالة جديدة في سوريا. عندنا من هون الأهمية نحن بتكون إنه نحن عم نكتشفها بالمرحلة الثالثة والرابعة بتكون متأخرة. مراحل متأخرة 70% منهم بالثالثة والرابعة مراحل متأخرة. فإحنا كل ما بكرنا مرحلة أولى والثانية بيكون عنا نسبة شفاء أكثر. طبعا هي النسب العالمية بيقول لك عنا امرأة من كل 9 نساء تقريبا سيتطور في مرحلة ما من حياتها سرطان ثدي. وهي الجانب القاتم أو نصف الفارغ من الكأس. النصف المليان انه نحن فينا نكتشفه وندارك الامر يعني قبل وقوعه اذا كان بشكل مبكر مثل ما حكيت دكتور. خلينا تمام. نحكي عن العوامل المؤديه لظهور سرطان الثدي بشكل خاص. بالنسبه لاسباب السرطان بشكل عام الثدي مجهوله بس في عندنا عوامل بترتبط عوامل وراثيه وعوامل هرمونيه وفي عندنا عوامل الحاله النفسيه مثل ما بيقولوا بتلعب تمام. كمان دور. هلا الحاله النفسيه ممكن تاثر على الجهاز المناعي للجسم بس هنا في عندنا نظريات. نحن بشكل عام عندنا النظرية الجينية أو الوراثية مثلا إذا عندنا من عوامل مؤهبة عوامل مؤهبة أو عامل خطر مو معناتها إذا عندها السيدة أو الأنثى هالعامل رح يصير عندها سرطان الثدي لا لكن فرصة احتمال لهي بتكون أكثر من غيرها من النساء. تمام. ففي عندنا من أهم عوامل المؤهبة عندنا عوامل وراثية مثلا في عندنا عمتها أمها خالتها الأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية بيكون عندها فرصة أعلى لحدوث سرطان الثدي. يعني بيكون في عندنا مورثات خاصة بالسرطان الثدي يعني برأي طفرة معينة أو في عندنا نحن بحالة الخلية الطبيعية في عندنا توازن بين المورثات المسرطنة في مورثات مثبطة العوامل المسرطنة. فأي طفرة أي خلل بأحدى هالمكونتين ممكن يصير عندنا تكاثر بالخلايا. في عندنا عوامل بيئية لها دور كبير بالعوامل المؤهبة لسرطان الثدي. عوامل بيئية البدانة نمط الحياة يعني عندنا الغذاء الغني بالدهون الدهون الحيوانية أو النباتية الكحول تعرض لكمية كبيرة من الأشعة خاصة معالجات على الصدر مرحلة الطفولة. في عندنا شيء المعالجة الهرمونية لفترات طويلة ممكن تأثر هي ضمن العوامل البيئية. في عندنا عوامل تناسلية كمان ممكن تأثر مثلا عندنا إذا البلوغ المبكر ممكن تزيد من فرصة سرطان الثدي. برجع بأكد أنا معناتها أنه رح يصير عندها لا بس عامل مؤهب هي. او اذا انقطع الطمس بفتره متاخره بعد ال 55 سنه من عمرهم بكون كمان عامل مؤهب. عدم الانجاب عامل مؤهب. هون باكد انا انه الارضاع عامل واقي من سرطان الثدي لذلك الرضاعه الطبيعيه مهمه جدا هي. طبعا في عوامل ثانيه مرتبطه اذا في افه بالثدي سرطان ثدي سابق عند نفس الامراه او سرطان مبيض لهم هون دور معين. هي أهم عوامل الخطورة أو العوامل المؤهبة
بسرطان الثدي. دكتور ذكرت لنا بشكل عام قديش نسبة الإصابة ممكن تكون بسرطان الثدي، لكن بسوريا كيف عم تكون نسبة الشفاء من هالمرض؟ هلا احنا باعتبار انه عم نكتشفه بمراحل متأخرة بكون نسبة الشفاء أقل، بس براحل بكرة نسبة الشفاء عالية جدا. المرحلة مثلا الأولى والثانية عندنا نسبة الشفاء بمرحلة 98% بتصل. نعم. ومن هون احنا بنأكد على هالحملات التوعية. انتوا هون كمديرية صحة، شو هي الحملات، أهم الحملات اللي عم تقوموا فيها أكيد مو بس بهذا الشهر، تمام، شهر التوعية بسرطان الثدي، وخاصة بالكشف المبكر عنه؟ تمام. هلا احنا عندنا بوزارة الصحة ومديريات الصحة برنامج اسمه برنامج الصحة الإنجابية. هذا البرنامج الصحة الإنجابية له مجموعة من المكونات من تنظيم الأسرة، رعاية حامل، والكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم أيضا كمان. هذا البرنامج مستمر ودائم، يعني بشكل يومي عنا تقبل السيدة تدخل خدمة مفتوحة، هاي والخدمة عنا مجانية، سواء فحص ثدي أو تصوير ثدي أو إيكو للثدي، هي خدمة مجانية 100% مراكزنا. فبتدخل السيدة أو الفتاة إلى عيادة الصحة الإنجابية، في عنا طبيب، في عنا قابلة أو طبيبة طبعا تنفحص. أول شيء بنعلمها فحص الثدي الذاتي، كيف تفحص في طريقة معينة، طريقة الوقوف والاضطجاع والتأمل، وإذا في أي اشتباه بنحولها إنه للتصوير أو للإيكو للثدي. طبعا لازم أرجع أقول هي على مدار العام خدمة مجانية ومتوفرة بكل، عندنا 30 مركز صحة إنجابية بدمشق. نعم دكتور، كثير من النساء أو السيدات بيخافوا كثير يعملوا الفحوص الدورية وخاصة بجهاز الماموغرام، إنه بيأثر على الجسم، شو صحة هذا الشيء؟ شو بتقولون لكل السيدات؟ هلا هو بالنسبة للفحص الثدي الذاتي نحكي فيه أصلاً، إنه هو السؤال إنه هل ترى إنه هالفتاة هل تملك الجرأة على الفحص الثدي أو تراجع طبيب الفحص الثدي الذاتي؟ هون التحدي. إذا تملكت الجرأة والخوف كان هو العدو الأول، يعني نعتبره بهالحالة، إحنا إذا تملكت الجرأة نروح هي نقدر نعتبر أمورها كلها بأمان وبسلاسة بتمرق بإذن الله. طبعا التصوير الشعاعي للثدي هو نحن بالصورة الشعاعية عشر راد، عشر راد يعني لا شيء، فحتى لو صورت على كل سنة كل سنة ما حتأثر عليها الصورة، يعني الأشعة أبدا، يعني حتى هاي الأشعة نحن نتعرض فيها بشكل طبيعي بالبيئة، يعني بثلاث أشهر نفس الصورة 10 راد، نحن ما عم نحكي على 4000 راد وخمسة آلاف راد، وهي على 10 راد. قديه يفترض يكون عمر الفتاة أو السيدة يلي راح تعمل هالصورة الشعاعية؟ بالنسبة لسرطان الثدي طبعا نحن يصيب كل الفتيات بكل الأعمار، لكن له ذروة حدوث بعد 40 سنة من العمر. طبعا احنا سرطان الثدي مو مقتصر على الفتيات، عند الرجال ممكن في عندنا سرطان الثدي بس نسبته قليله، يعني مش كل ما نشوف 100 حاله سرطان ثدي عند انثى نشوف حاله سرطان ثدي عند ذكر. ففي من الاعمار عند جميع الفتيات، لذلك احنا بنعلمها الفحص الثدي الذاتي من البلوغ، لازم تتعلمه الفتاة، نعلمها لبناتنا ولاهالينا من البلوغ وهي طالعه. طبعا هي بتختار اثناء النشاط التناسلي بعد انتهاء الدورة الشهرية، لأنه بيكون الثدي تحرر من الهرمونات صار لين، نكتشف الآفة بشكل أسهل وأسلس. وإذا كانت بعد انقطاع الدورة الشهرية بسن الحكمة، من نحن بنقول أنه مثلا تختار يوم معين بالشهر، مثلا بنطلع كل شهر عشان ما تنسى، لازم تفحصه. برجع بقول إنه له علاقة بالعمر، كل ما زاد العمر بتزداد نسبة الخطورة. تصوير الماموغرام دكتور بعمر الأربعين وطالع أو كمان بنصح فيه قبل الأربعين؟ بتصوير الماموغرام عند الفتاة العادية بين 35 سنة وال40 سنة نسائي لصورة واحدة، بعد ال40 سنة لل50 كل سنتين صورة، كل سنة لازم نسائي صورة. أي طبعا هون عم نقول كل سنتين إلا إذا كان في عوامل خطورة، إذا في عوامل خطورة نبدأ قبل 35 ونصور. تمام. يعني إذا كان عنده وراثة مثل ما حكيت أو حدا بعائلته قبل 35 ممكن أن تنتبه السيدة. طب خلينا نحكي دكتور على المعالجة لهالمرض، المراحل كيف بتتم؟ بس أنا معلش أحكي على أهمية التصوير الشعاعي للذاتي. ايه تفضل. أهمية الصورة الشعاعية إنه إحنا السرطان الثدي وقت من جسه بيكون سنتيمتر أو أكثر، يعني بيكون عمره شي 5 سنين على الأقل. فبالصورة الشعاعية إحنا بنكتشفه قبل ما نجسه سريرياً، فهون الفرصة الذهبية للعلاج، يعني بتكون المرحلة الأولى، هون نسبة الشفاء 98% بتكون.
فهي الفرصة الذهبية إحنا إنه قبل ما تجينا هي مكتشفتها بكتلة تكون براحة متقدمة، نحن بنكتشفه عن طريق الفحص الذاتي للثدي والفحص الشوائي قبل ما نجسها سريريا، وهي فرصة ذهبية للعلاج. طبعا العلاج حسب المرحلة، يعني المرحلة حسب حجم الورم، إذا كان تحت 2 سنتي بين 2 سنتي و 5 سنتي فوق 5 سنتي، إذا حسب العقد إذا في انتشار للعقد تحت الأبط فوق الطرقوي تحت الطرقوي، وحسب إذا في انتقالات بعيدين المناء. فكل مرحلة إلى خطة علاج. عادة بالمرحلة الأولى والثانية مثل ما قلنا نسبة الشفاء فوق 90% وعلاجهم جراحي ومحافظ، ممكن يشال الكتلة والنسيج حولين الكتلة براحة متقدمة. بقى في علاجات متممة، في جراحة، في أشعة، في كيمياء، في معالجات هرمونية، مع كنا في سرطانات العلاقة بالوراثة، فهون منعاير نحن مستقبلات الأستروجين والبروجسترون بكتل هالسنين. فإذا كان إيجابية في معالجة هرمونية ممكن نعطيها مضادات الأستروجين. نعم دكتور، موضوع علاج مرض السرطان وخاصة وصول الأدوية لسوريا مع الحصار الاقتصادي وأيضا شمله الدواء، اليوم كيف عم يتم التعامل مع هذا الموضوع ومدى فعالية الدواء المتوافر عنا بسوريا، خاصة يمكن إذا تأمن المستورد عم يكون بسعر غالي، وهل الموجود عنا بالبلد المستورد يعني مناطق نقدر نستورد منها هل هو فعال لدرجة أنه بيقدر يعني تقدر المريضة تشفى منا مثل الدواء يمكن يعني الأجنبي أو أي دواء آخر؟ أنا إحنا طبعا وزارة الصحة تأثرت بالأزمة مثل ما تأثر بقية القطاعات، في خرجة مشافي وخرجة مراكز صحية، والعقوبات الاقتصادية الظالمة زادتها. بس إحنا سياسة وزارة الصحة عادة أنه تستورد أي دواء أي لقاح ليكون مدروس ومجرب ببلد المنشأ ويجيبونها، فلذلك فعالية أي أدوية تانية لها تكون، وما عم بتأثر وزارة الصحة بالأمور التالية، عم تسجل يعني من الأدوية المزمنة وطالع كليتها، فإجراءات فعالة عم تتكون فعالة، ما في خوف بنوب نهائيا يعني. لكن تكلفة يمكن أوقات التكلفة تكون يعني زائدة بسبب زائدة يعني الله يعيني اللي بده يمرض على تكلفة هالدواء. أكيد أريج يعني. طب خلينا نحكي دكتور عن الأخطاء الشائعة حتى بخصوص سرطان الثدي، شو بتسمع أكثر شيء من السيدات عن الأخطاء الشائعة بالمجتمع وشو بتحب تقول لهم؟ تمام. هلأ مثلا في منه بقول لك أنه سرطان الثدي يؤدي حتما إلى الوفاة، هذا طبعا لا، نحن ما بيؤدي حتما إلى الوفاة، لأنه مثل ما قلنا إذا اكتشفنا بمرحلة مبكرة ما نفس 100 شافي. تمام. حتى ممكن استئصاله يعني يا دكتور؟ طبعا أيوة. هلا في منهم بيقول لك إنه كان يربطوه قديما إنه هذا عقاب، وهي طبعا هو ما عقاب، هو مرض يعني. سرطان الثدي ما هو معدي كمان، في هل يعدي؟ لا لا ما له معدي. هلا في منهم بيقول لك إذا في عنا ثدي ضخم أضخم من ثدي إنه والله له علاقة، كمان الحجم ما له علاقة، يعني الثدي سرطان الثدي بده يصير عند الثدي الكبير والثدي الصغير. يعني في عدة عنا أخطاء، مثلا في أخطاء شائعة أو غلطات إنه علاج العقم، علاج العقم هل يؤدي إلى سرطان الثدي؟ كمان ما في إثبات. هلا مزيلات التعرق، الرائحة مثلا بقول لك إنه البخ تحت الأبط وكذا، كمان ما في دليل علمي إنه ممكن يأثر على نسبة سرطان الثدي. في عدة مفاهيم خاطئة ممكن تأثر ينحكى فيها يعني. دكتور شو أهم الانتقالات يعني يلي ممكن أن تحصل من سرطان الثدي؟ هلا هو نحن أول شيء معنا ما بدنا نوصل لهالمرحلة نحن. هلا هو ما حكى على الأعراض والعلامات، هلا مراحل مبكرة ما له أعراض، بس مراحل متأخرة ممكن أول شيء ينتشر موضعيا، يعطينا مثلا تغير بالجلد مثل قشرة البرتقالة أو غؤور بالحلمة أو نز، ما بدنا نوصل نحن لهالمراحل. أول انتقالات للمحيط، بعدين للعقد تحت الأبط، بعدين العقد تروح حتى عقد تحت الأبط بسموها العقد الحارسة بسموها، بعدين ممكن ينتشر بقى للرئة والكبد والمعدة. لهيك يمكن السيدة ما لازم توصل لمرحلة أنه تحس بشي، يعني دايما واحدة بتقول أنه أنا ما عم حس بشي، لهيك أنه ماني محبة روح صور. بعدين أنا بحب أقول يعني 80% من مشاكل الثدي سليمة، يعني ما لازم تخاف الإمرأة منا أو المرأة، وبدنا نأكد نحن ردنا على الفحص الذاتي للثدي، بنعلم بناتنا من البلوغ كل شهر يفحصوا حالهم. هي يعني هي بنخفض نسبة الوفيات 30-35%. دكتور شو بتحب تقول نصائح أخيرة لكل السيدات اللي عم بيشوفونا
وخاصة كمان اللي بيخافوا شوي من حكي الأطباء. أول شيء نحن ما لازم نخاف، ما لازم نتحدى خوفنا، يكون أمل في عنا ألم، ولازم نعرف إنه نحن ما قلنا إنه مو كل شيء آفة هي سرطان، بس لازم نحن نفحصه ونتحرى عنه. لازم نغير نمط حياتنا، ما كان إلا مرتبط ببيئة كتير، يعني إذا في بدانة لازم نحاول نخفض وزننا. مرتبط بالغذاء صح، إنه بيقولوا إنه في أعشاب أو أغذية معينة بتحارب السرطان. هاي من البيئة طبعاً. إيه. في. إيه. هلا هون نحن لذلك نوصيهم يكسبوا بالخضروات، الفواكه، الأغذية الغنية بالفيتامين آ، الأغذية الغنية من بالألياف، تمام. المعالجة الهرمونية تكون بإشراف طبيب معين، ننصح بالرضاعة الطبيعية. ننصح بفحص ذاتي للثدي والتصوير شفائي عند الضروره طبعا حسب الاستطبابات. هي اهم نصائح. الرياضه بانتظام نص ساعه كل يوم لمده 4-5 ايام كمان بتخفض من نسبه الوفيات. يمكن كمان دكتور في العديد من الأخبار حول شفاء السرطان، يمكن بوسائل التواصل الاجتماعي بنشوف يمكن إنه من إحدى هالأمور القمح المبرعم بيقولوا إنه كمان له فوائد عدة، يعني الموضوع اللي بتتعلق بالغذاء الصحيح وأيضا التوازن الغذائي. يعني الغذاء بده يكون متوازن مكمل رح يكون تمام للعلاج تمام. يعني ممكن هالأمور لكن تؤخذ بعين يعني الطبيب والإشراف عنا طبعا بإشراف طبي قبل ما يتم إشراف طبي استخدام. منعالج منشخص منعالج في عنا طرق علمية بعدين نجي لأعراض تانية، بس ما حكينا نمط الحياة لازم نغيره نحن نمط الحياة. ودكتور خلينا نحكي يمكن ما حكينا على العلامات، إذا بتظهر علامات بظهور سرطان الثدي هل بتحس المرأة خلال الفحص الذاتي بشيء معين غريب حتى تقدر تمام تتجه للدكتور؟ هلا هي نحن بنعلم ما قلنا من البلوغ، فهي رح تعرف شكل الثدي، نحن بنعلم بشكل إجاصة بيكون متناظرين، الحلمة بتكون للوحشي لبرا طالعين شوي، هي مشان يتوافق مع وضعية فم الطفل عند الإرضاع. فهي وتنعلمها شهر على شهر بصير لا إراديا يعني بتعرف شو الشيء الطبيعي شو غير الطبيعي بالنسبة للسيليا. فأي شيء غير طبيعي يعني ممكن تتحسس إذا في ورم معين أو كتل معينة فيها تتحسسهم. فأي شيء غير طبيعي يعني مو بس الكتلة، إحنا ما بنصل الكتلة، يعني بدأت أول شيء بتطلع بالتأمل، ممكن إذا أي زيادة غير طبيعية أي، يعني هي القاعدة إنه أي تغير حديث وجديد عصبي بدها تأخذ له بعين الاعتبار تستشير فيه. ممكن تغير بحجم الثدي، ممكن لون الجلد، ممكن احيانا في شيء بيطلع مثل الاكزيما حول الهاله او الحلمه، هلا بفكروها كثير بيعالجوها الاكزيما هي بتطلع بالاخير بنسميه دابجت، هو نوع من انواع السرطانات، وهذا اذا كشفناه مبكرا بيشفى 100%، بينما اذا تركناه وعالجناه اساس اكزيما وكذا وهي بتنزل نسبه الشفاء 60% تقريبا. هي فممكن نشوف شكل الحلمه، في غؤور بالحلمه، نزم الحلمة أي مفرزات غير طبيعية وخاصة الدموية كمان بدها تأخذ لها بعين الحذر والانتباه. فباختصار يعني ما بدنا نصل نحن لمرحلة إنه هي تشك بكتلة، بدنا إياها نحن هي تفحص حالها وأي تغير غير طبيعي تجي لعنا. هاي ورد نرجع نأكد إنه ما في داعي للخوف، بتتحدى الخوف، بدها تكون عندها الجرأة أنا بدي أفحص حالي لأنه مراكزنا موجودة يعني. نعم. يعني أهم شيء السيدة أو الصبية ما تقول ما عندي وقت أبداً وتخاف من هالموضوع أبداً. لازم تتجرأ مثل ما قال الدكتور وتروح تفحص حالها بشكل دوري مستمر. نحن بدنا نشكرك كثير دكتور لوجودك معنا اليوم. أنا بدي أشكرك دكتور، ومثل ما قلنا أهم شيء الإرادة ونكون أقوى من هذا المرض، يعني إذا هو هذا طبعا المرض بيقتل نحن بنكون أقوى منه ونقتله كمان. هذا هو ومراحلنا مبكرة شفاء 98% إن شاء الله الشفاء للجميع. شكرا لك دكتور. أهلا وسهلا. ما هلأ مشاهدينا صار وقت ننتقل لغرفة الأخبار للإطلاع على آخر وأهم الأنباء مع علا أبو خضر. صباح الخير علا. صباح النور أريج وشكرا لك. مشاهدينا نبقى مع موجز لأهم الأنباء بعد الفاصل. أهلا بكم. أعلن وزير خارجية كازاخستان خيرات عبد الرحمنوف أنه لا يستبعد مشاركة وفود جديدة في اجتماع أستانا 7 حول سوريا المقرر أواخر الشهر الجاري. وقال عبد الرحمنوف لا أستبعد حضور مشاركين جدد في اجتماع أستانا 7 حول سوريا، وكل شيء يعتمد على مدى تنسيق الدول الضامنة لأعمالها.
مشيرا إلى أنه تم إرسال الدعوات للمشاركين في الاجتماع القادم. وكانت الخارجية الكازاخية أعلنت الأسبوع الماضي أن اجتماع أستانة 7 حول سوريا سيعقد يومي 30 و 31 من الشهر الجاري. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات في صفوف المواطنين الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية المحتلة. قوات الاحتلال قامت بعمليات دهم وتفتيش واسعة في الخليل جنوب الضفة الغربية وفي قرية العيساوية، واعتدت على منازل الفلسطينيين في قرية بيت فجار جنوب بيت لحم، فيما صدر بيان لجيش العدو يعلن اعتقال 15 شابا في الضفة الغربية المحتلة. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف بلاده الداعم بشكل كامل لوحدة العراق وسلامته الإقليمية، ووقوف مصر بجانب العراق في جهود استعادة الأمن والاستقرار على كامل أراضيه. وجاء في بيان للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن الرئيس السيسي نوه خلال استقباله بقصر الاتحادية رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالانتصارات المتتالية التي حققتها القوات العراقية في حربها ضد تنظيم داعش ونجاحها في تقويض التنظيم الإرهابي. في خبرنا الأخير، قتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي خلال عمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية بنجران وعسير وجيزان. قوات الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية على إحدى التباب قبلة منفذ الخضراء بنجران، ما أدى لمقتل وإصابة عدد من جنود العدوان السعودي واغتنام أسلحة متنوعة. من جهة أخرى، قصفت القوى الصاروخية والمدفعية في الجيش اليمني مواقع وتجمعات لقوات العدوان في عسير محققة إصابات مباشرة، بينما استهدفت المدفعية تجمعات للقوات السعودية بجيزان في منطقة الرمضة. بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. عودة إليك أريج. شكرا لك علاء. اما هلا مكفيين باقي فقراتنا ضمن برنامجنا الصباحي. اكيد اريج، وختام محطتنا لليوم من مصياف وتحديدا من عالم الفن والرسم ثلاثي الابعاد اللي تجلى باحساس وابداع الفنان احمد جرعتلي عبر عده اعمال اخذت مكانه عبر اللوحات والاعمال الطرقيه. اليوم راح نسلط الضوء على اخر ابداعات رشدها الفنان بمجال الرسم ثلاثي الابعاد ومشاركاته. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير، يسعد صباحك وصباح الخير لك المتابعين. يا اهلا وسهلا فيك. بالبدايه خبرنا اكثر عن عملك الاخير يلي بيتجسد في التراث المعماري السوري، خبرنا عن مراحل انجاز هالعمل. قبل ما احكي عن العمل رح احكي شوي عن تقنيه هذا النوع من الفن. هذا النوع من الفن ترسم لوحاته على ارض الشارع. طبعا هي بطبيعتها كبيرة، مساحتها كبيرة، وبتصير الاهتمام بسبب انه النظر الى اللوحة من جوانبها لا معنى له، لكن عند النظر الى اللوحة من نقطة المركز بالعين المجردي او من خلال عدسة مخصصة سترسم الدهشة على وجه المشاهد ويرى العمل بواقعية آسرة. طبعا يعتمد هذا النوع من العمل على المنظور بشكل أساسي. طبعا من الأمور الميسرة حاليا أنه نرسم نحن منظور ثلاثي الأبعاد وفق ما تعلمناه أكاديميا، لكن المهمة الصعبة ستكون في ابتكار رسم يظهر واقعيا بثلاثة أبعاد عبر الرسم ببعدين. هذا النوع من الرسم لا يكون له معنى إلا إذا نظر إليه من نقطة تمركز واحدة، وهي تسمى نقطة المركز، وهي مسقط عين الناظر على الأرض. نعم، خلينا لك أنا نحكي يا أحمد عن عملك الأخير اللي كمان سلط الضوء فيه على التراث المعماري السوري، مراحل إنجاز هالعمل. طبعا العمل مساحته 65 متر مربع، احكي لك 65 متر مربع، هو عبارة عن مجموعة من الكتل المعمارية الواضحة بطريقة أو المجسدة بطريقة بناء جديدة وحضارية
بتمثل أو بتعبر عن تراث المعمار السوري. طبعا بيختلف هذا العمل عن الأعمال القديمة اللي أنا نفذتها بمساحة ليس بمساحة سطح الأرض إنما بمساحة العمق المتخيل باللوحة. يتخلل العمل مجموعة من الكتل والنوافذ المطلة على السماء والتي تعبر عن الناحية المعنوية عن الأمل بفتحة مشرقة بالإضافة إلى حمامي وهي عبرت فيها من خلالها على السلام التي تقترب عبر أحد النوافذ بهذا المنظر المعماري. وأيضا حضرتك يعني جسدت الكثير من الأعمال سواء بالمعارض أو على الطرقات، لأي درجة بتحس هذا الفن ثلاثي الأبعاد يسهم يمكن بنشر وتعميم الذائقة الجمالية؟ طبعا هذا النوع من الفن يشبه إلى حد كبير أو ينتشر بسرعة كفن السينما الحديثي ثلاثي الأبعاد. طبعا هناك ارتباط بينهما، لكن بالرغم من اختلاف التقنيات السينما الحديثي تحتاج لنظارات خاصة لمشاهدتها، أما الرسم الثلاثي الأبعاد في الشوارع لا يحتاج إلا للنظر المباشر ومن نقطة تمركز صحيحة. كيف عم تلاقي ردة فعل العالم؟ طبعا أنا حاولت أن أشتغل على شيء جديد بالفن على الساحة الفنية التشكيلية السورية. طبعا هذا الشيء دفعني بسبب الهوة الموجودة ما بين المجتمع والفن التشكيلي. المجتمع حاليا بحاجة إلى صدمة وكسر الروتين والملل الموجود والمعتاد بالفن. طبعا العمل عن هاي النوع من الأعمال عم تلاقي كثير تقبل من المجتمع وعم تشكله دهشة حقيقية. طبعا أي شيء جديد ومبتكر رح يكون في تفاعل بين المجتمع بالشارع السوري. يمكن أحمد كمان عم نشوف هاي الأعمال ثلاثية الأبعاد اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي برسمات حتى على الشوارع، عم تلاقي كتير رواج وكتير إقبال عند كل الناس. يوم الأربعاء حتشارك بملتقى دولي بلبنان، كمان تحكي لنا عنه. طبعا في دعوة للمشاركة في سمبوزيوم أهدم الدولي بلبنان رح يكون يوم الأربعاء. رح كمان قدم عمل ثلاثي الأبعاد مرسوم بالألوان الزيتية. يعني وقت تقوم برسم أي لوحة بهالتقنية إن كان بالطرقات الخارجية، يعني المكان هو اللي بيخليك بألهمك لحتى ترسم هيك لوحة، أم أنت بتكون حاطت ببالك رسمة معينة وبتدور على المكان المناسب؟ طبعا أي عمل بالنسبة لأي فنان وبصيرة هو عبارة عن تراكم ثقافي بصري عند الفنان. طبعا أنا بحدد الفكرة العامة للعمل، بما أنه هذا النوع من العمل بحاجة إلى خيال واسع. بالنسبة لي أنا بنظر على الأرض أو المكان اللي أنا بدي أشتغل عليه العمل، بتخيل العمل موجود على الأرض بناء على تراكم ثقافي بصري اللي أنا بكون فيه مباشرة بعد تخيل العمل على الأرض، هو أن أنا أحدد الخطوط اللي متخيلها وعلى الأرض وبدأ مباشرة بالرسم بالألوان الزيتية. أحمد، شو هي مشاريعك الأخيرة؟ المشاريع الأخيرة؟ عم تسمعنا أحمد؟ معكم سؤال بالله عيدي. شو المشاريع الأخيرة لحضرتك؟ طبعا أنا اللي أكثر شيء أنا بيهمني بالفن التشكيلي هو دائما تقديم ما هو جديد والابتعاد عن ما هو مبتذل أو ما هو تقليدي ومكرر. طبعا الفن مجرد كلمة فن، هذا بيعني أنه دائما لازم يكون في جديد، نتمنى دائما أن يكون في جديد ترجع الحالة الجميلة والحالة الحضارية المعمارية اللي نحن عم نشهدها دائما. أكيد إن شاء الله يا رب، ونحن نتمنى لك كل التوفيق بهالفن الرائع والمبدع، ونحن نتمنى له أنه ينتشر بشكل أوسع ويتم تعميمه. شكرا كثير لك.
شكرا لكم، شكرا لكل المشاهدين. شكرا لك احمد جرعتلي، كنت معنا من مصياف، شكرا لوجودك معنا. أما هلأ زينب رح ننتقل لمحافظة حلب، حيث أقامت الجمعية الخيرية لحماية المكفوفين والجمعية السورية للوقاية من العمى حفلا فنيا تحت عنوان معا لمستقبل أفضل، تزامنا مع يوم الكفيف العالمي. تفاصيل أوفى مع مراسلنا وليد هناي. أقامت الجمعية الخيرية لحماية المكفوفين والجمعية السورية للوقاية من العمى حفلا فنيا تحت عنوان معا لمستقبل أفضل بمناسبة يوم الكفيف العالمي، وذلك على مسرح نقابة الفنانين. تضمن الحفل فقرات غنائية منوعة وقصائد شعرية، وتم عرض فيلم وثائقي عن نشاط الجمعيتين وتكريم فريق كرة الهدف للمكفوفين لإحرازه المركز الأول على مستوى سوريا للمرة الثانية على التوالي، إضافة إلى تكريم عدد من ممثلي الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة للجمعيتين في عملهما الهادف لخدمة ورعاية المكفوفين ومعالجة المرضى منهم. فعاليتنا اليوم بمناسبة عيد الكفيف العالمي، عيد هو لكل الكفيفين، ومن خلال هذا الحفل الكريم نحاول نوصل رسالة لكل المجتمع، بحيث تحاول بشتر وسائل يصير رسالة دمج بين المكفوفين والمبصرين. نحن قمنا بهالحفل اليومي بالتعاون مع الجمعية السورية للوقاية من العمى بمناسبة يوم الكفيف العالمي، لنثبت للناس أنه المكفوف إنسان عبقوم بواجباته وبطاقات الموجودة عنده، ومستعد يشارك بالمجتمع بشكل فعال. ونتمنى أنه كل إنسان أنه يسمعنا بقلبه قبل ما يسمعنا بحاسة السمع عنده، مشان دائما ترتبط العاطفة مع العمل. أهم رسالة لكل العالم أنه نحن انتصرنا، هاي أهم رسالة. الرسالة أنه أنت عندما تلاقي هذا الجمهور الكبير يلي ما عم يلاقي حتى الكراسي، وحضرتك شفت أنه عم يجيبون كراسي من برا، والعالم يلي برا أكثر من جوا الحمد لله رب العالمين، هذا للدليل أنه سوريا عم تنتصر. فلذلك خير الكلام ما قل ودل، وهو أنه نحن إن شاء الله سننتصر على الإرهاب، والله يحمي سوريا وشعب سوريا ويحميكم كلكم، وإن شاء الله رب العالمين منكون عند حسن ظن شعوبنا في سوريا وفي العالم. هاي المناسبة الغالية على قلوبنا لحتى نثبت العالم أنه نحن منا معاقين، يعني كمعاقين من كل شيء، نحن فينا نعمل أي شيء. وهي التسمية يعني اللهم هي لقب، مو أنه شيء ثابت علينا، الحمد لله رب العالمين نحن نقدر نعمل ونتحرك. ونحن أنا موظفة في جامعة حلب. اليوم هو يوم عيد الكفيف العالمي، بدنا نقدم فقره مسرحيه مشان موضوع توعيه للاهالي عن زيجه الاقارب وزواج الاقارب بامراض الوراثيه. بتمنى كل مكفوف يجي ينخرط معنا في العمل وبالنشاط الرياضي حتى يكسر اي حاجز للخوف، ينخرط بالمجتمع بشكل جيد. نحن هدفنا مو بس رياضي، هدفنا اجتماعي كمان. انت الاميره يا حلب، انت الاصيله لا عجب، انت التي منح الورى عطر الحضاره والطرب، نبض الزمن درع الوطن، حسن الحمى مجد العرب، أم الدنا قلب المنى، كنز العلوم مع الأدب، غيظ العدا قطر الندى، بل الصدى طهر النسب، أخت السما بنت العلا، مهد المعالي والرتب، الحاء منها حبها واللام رمح من لهب، والباء حضن دافئ لمحبها وبلا عتب، وحروفها هي زينة لجميع أنواع الذهب. يأتي هذا الحفل تتويجاً لعام حافل من النشاط الهادف لرعاية المكفوفين صحياً وخدمتهم اجتماعياً وتأمين المزيد من فرص العمل لهم بهدف دمجهم بالمجتمع. يعني زينب مع هالتقرير بتكون خلصت حلقتنا لليوم ووصلت لنهايتها، وأكيد رح نبقى على الموعد كل يوم الساعة 9 الصباح، ولكل حدا حابب يبقى على اطلاع بآخر الأحداث والمستجدات ابقوا برفقة شاشة الإخبارية السورية عبر تغطيتها المستمرة على مدار اليوم. وبيبقى نذكركم أنه خلوا الأمل رفيق كل خطوة بحياتكم، وتبقوا بألف خير.
أكيد يعطيك العافية أريج، وأكيد ختامنا رح يحمل الأمل بوجودكم وصمودكم أبطالنا بالجيش العربي السوري. ولكل اللي عنده فكرة أو موضوع حابب يشاركنا فيه ابقوا على تواصل معنا على صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. تمنياتنا أكيد بأنه تبقوا بألف خير، وأكيد ختامة مسك وتحيتنا مسك برجال أبطال الجيش العربي السوري. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى، وباي باي باي.